هل هناك جثة معينة ضمن مسيرتك ساعدتك في عملية التشريح؟ يعني كان التقرير أنها ماتت أو حصلت الوفاة وفاة طبيعية، ولكن اتضح فيما بعد أنها كانت جريمة قتل، حصل هذا الأمر؟ زي ما أنا قلت لك في الأول، كلمة الموتى يتحدثون أيضا مش كلمة مرتبطة بي أنا، دي كلمة معروفة في الطب الشرعي، وفي اعتقادي أن بالممارسة وبالخبرة للطبيب الشرعي بينشأ نوع من اللغة اللي بينه وبين الجثث، وساعات الجثث توجهه في اتجاه معين. يعني أذكر مثلا جثة شهيرة جدا، يمكن أنا كنت اتكلمت عليها قبل كده، أن هي كانت بنت عربية وكانت في أحد العيادات في مدينة نصر، وكانت بتعمل عملية شفط دهون وماتت بسبب جرعة تخدير زايدة، والدكتور أخذها هو الممرض ورموها في على طريق السويس الصحراوي. لما البنت اتلقت كجثمان وجابوها المشرحة، كانت بالنسبة لنا هي جثة مجهولة الاسم والهوية، وكانت لابسة عباية سودة فقط لا غير، وكانت الإصابات اللي موجودة فيها جرح 1 سم هنا في يمين الصدر، وجرح قصاده 1 سم في شمال الصدر، وجرح في يمين البطن وجرح في شمال البطن. فالانطباع الأول كطبيب شرعي إنها إصابات طعنية هي اللي سببت الوفاة، رغم إن الجروح متوازية ومتماثلة تماما. بعد التشريح فوجئت إن الجروح كلها غير نافذة، يعني مستحيل تؤدي الوفاة، هي جروح بس واخدة طبقة الجلد، ومفيش أي سبب بالنسبة لي واضح للوفاة إطلاقا. وكانت البنت في المرحلة اللي أنا اتكلمت عنها من شوية اللي هي التيبس الرمي، كانت إيديها مقفولة على جسمها بشكل غير طبيعي، و بعد فترة من البحث ومش قادر أوصل لسبب معين يؤدي الوفاة، ولا عارف تفسير معين للجروح الموجودة فيها، بدأت البنت تدخل في مرحلة الرخاوة الرمية الأخيرة وفردت إيديها في الوقت اللي أنا كنت فيه عاجز تماما. مع فردة إيديها فوجئت بالأثر بتاع الحقن بتاع حقنة البنج، عملت تحليل للدم وفوجئت إن المخدر العمليات موجود في الدم بتاعها. التوقيت اللي بيحصل فيه الأكشن ده ليه تفسير علمي، ولكن التوقيت اللي بيحصل فيه في وقت انت محتار وبتبص الجثمان وعاوز زي ما بنسميها كده عندنا تستنطق الجثمان، التوقيت اللي حصل ده وكيفية الفعل اللي حصل هي دي اللغة اللي بين الجثث وبين الطبيب الشرعي، وهي دي الأساس في عنوان الموتى يتحدثون أيضا. دي كانت من الجثث الغريبة اللي حصل فيها حاجة في توقيت مناسب جدا عشان توصلني إلى سبب الوفاة. في خيوط الجريمة يعني. بالظبط كده، يعني باستثناء لو ما كناش لقينا مادة التخدير في الدم ما كناش هنعرف. أول ما لقينا مادة التخدير وبلغنا بكده إن البنت دي كانت في عملية شفط دهون، على طول الفكرة جت في دماغي، بدأوا يدوروا في العيادات لحد ما المباحث في خلال 24 ساعة قدرت وصلت للدكتور.